الأهلي يوجه الشكر لسيد عبد الحفيظ كمدير للكرة ويعرض عليه عضوية لجنة التخطيط وشركة الكرة. التنافس على كليات القمة يزيد الضغوط على الأسر المصرية. العالمين الدولية تنافس 6 جامعات في نهائي جائزة أفضل استراتيجية تدويل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الأهلي يعرض على سيد عبد الحفيظ منصب جديد. خالد بيبو مديرا للكرة في الأهلي خلفا لسيد عبد الحفيظ ووليد سليمان رئيسا لقطاع الناشئين. مرتضى منصور ينعي حرم الراحل صالح سليم. مؤشرات الفاول السلع الغذائية يرتفع لأول مرة منذ أشهر بسبب خروج روسيا من اتفاقية الحبوب. سامح شكري يتلقى اتصالا من وزير خارجية السويد لبحث حوادث حرق القرآن المتكررة. حمائي أول مطرب عربي يقدم فيديو كليب بالذكاء الاصطناعي. حبيت المقابلة. هبوط عاصفة ترابية على مدينة أبو سمبل. راحة طويلة للاعب الزمالك بعد العودة من السعودية. رئيسة القوم للمرأة عزل المأذون وسلب الولاية من الأب ضمن عقوبات زواج الأطفال. الزراعة مصر خالية من الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتحصينات لرفع المناعة. مصطفى بكري اتحربت للصبح من الخونة والمتآمرين بعد 25 يناير، لكن أين أنا وهم الآن؟ لأول مرة علماء يحفزون الولادة العذرية باستخدام الجينات. الأرصاد طقس الغد شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا والعظمى بالقاهرة 37. مجلس الزمالك يدرس الاستقالة بعد رحيل مرتضى منصور. الحساب الرسمي لشيرين عبد الوهاب. تطمئن الفنانة شيرين عبد الوهاب محبيها على صحتها وتؤكد أنها تستمتع بعطلتها الصيفية محاطة بابنتها وزوجها، ولا يشغلها حاليا إلا الاهتمام بفنها وإعداد أغاني جديدة والتخطيط لحفلات غنائية. القبض على عاطلين متلبسين بسرقة تكييف من فيلا بأسوان. وزير خارجية السويد يدين تكرار جرائم حرق المصحف وتدنيسه في بلاده. وفاة زوجة صالح سليم، قصة حبها للمايسترو ومشاهد من تربية الأبناء. نجيب محفوظ، سعد زغلول أكثر زعماء مصر المعاصرين قربا من نفسي رغم أنني لم أراه رؤية العين. النادي المصري يتعاقد مع ميدو جابر 3 مواسم. توقعات بزيادة الطلب السياحي على مصر خلال الشهور 5 المقبلة. رسميا بيراميدز يعلن ضم يوسف أسامة نبيه. في دراسة طبية، النعناع مسكن للآلام ومساعد على النوم. بعض الأبحاث، تناول السكر مسبب لحصوات الكلى.